يمشوا يتفاوضوا ما بين العبيد وما بين طلبة السلفيين باش يقنعوهم يخرجوا من فمي كاين. فقط وقت اللي سمعت هي الخبر وسمعت اللي لا طاو يتوظفوا كل شيء خرجت وقلت له اخرج من اللعبة. وهو السيد شوية الدكتور مازال موجود يشرب الشهادة. أما الراجل اللي حطوا هو وسيم في الإعلام. ليلة الصباح تكتب في الصفحة الأولى بكل يوم 13 جانفي بالكبير وبالملون السلفيون معتصمون الدروس معطلة السلطة في غياب تام. أنت كذا تعدي بسيارة من الكيوسك موجودة فيها جاية تقراها من بعيد. هذا نهار 13 جانفي في حين وقتها تحلت المشكلة لا علينا وقتها تحلت عندها نهار ونهارين وكل جيدة ديفازية للغرب نساش. نهار 31 جانفي تعاود تصور نفس المقال في نفس الصفحة 31 جنب وقتها لا ثم الاعتصار لا ثم حتى شيء. ناخذ التليفون ونكلم من رئيس الجامعة قول اخي بن جد الاعتصام موجود. قال لي مستحيل كل شيء على حسب ما وراه. نجيب نثبت في الجريدة.